كان اخوي واقف مع الشباب على مفرق الكورنيش عند قهوة عياد يعني بتسموه معروف عليها، واقف مع الشباب وقاعدين انه الجيش قاعد بالسلاح والشباب واقفين واللي كان بده يرمي حجار، يعني هذا اكتر سبيل كان فينا احنا نسويه بس رمي حجار يعني زي اطفال فلسطين. فصار يقوس عن صيب، صار اشي ناس يقوس بالعالي وناس تقوس عن صيب وناس ما راضي عن الامر وناس راضي عن الامر ومكيفة عليه. فاجأ طلع براسه وطلع واستشهد بارضه، قلنا لك عمفرق الكورنيش. هو كان يشتغل بالمي، يوزع مي على البيوت، يوزع مي على البيوت ونعموتير يعني هذا كان شغله، وكان بنفس اليوم معطل. فصارت هالشغلة وصار هالقواس، تلاقوا نشوف شو فيه واقف على الهاي ولا هني صار يقوس عن صيب وصبوا براسه الله يرحمه. أول شي كنا متواجدين على الشارع، كان في صلحة بجامع القدس، فسمعنا صوت قواس، طلعنا نشوف شو فيه، ولا هو متعاركين عشان قصة موتير، بده ياخذوا وراقه ومعه وراق بس بده ياخذوا الموتير، صارت قصة زي تشبيح يعني بمعنى الكلمة، بده ياخذوا الموتير فما بناخذه، بتاخذه ما بتاخذه، حملوا الشباب وبلشوا فين قتل يعني البقر ما بتحمله. فإجوا الشباب صاروا إنه بده يدافعوا عن إخوتنا اللي بالهاي، إنه ليه هيك وشو عم بتساوي وليه